رئيس الحكومة الليبية يتسلم مهام منصبه ويؤكد على الإصلاحات. شدد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة على أن حكومته عازمة على الإصلاحات، وذلك خلال تسلمه مهام منصبه رسميا. وقال دبيبة في كلمة بعد تسلمه المهام رسميا أن الحكومة الجديدة ستكمل ما تم بدءه في هذه المرحلة الصعبة من حياة الليبيين، وأضاف: نحن عازمون على الإصلاحات، اليوم ذهبت مرحلة وستأتي مراحل.